طريقة عمل كفتة البطاطس بالفرن. أهلا بكم من جديد على قناة أخبار توب. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. المقادير: أولا الكفتة، نصف كيلو لحم مفروم، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة بهارات مشكل، ربع ملعقة صغيرة قرفة، 2 ملعقة كبيرة بقسماط، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، بصلة مبشورة، 2 ملعقة كبيرة زيت. ثانيا البطاطس، 3 حبات بطاطس كبيرة مقطعة دوائر، 3 ملاعق صلصة طماطم، نصف كوب ماء ساخن، 2 طماطم مقطعة دوائر، نصف ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير: اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور جيدا، أضيفي البقسماط والملح والفلفل والبهارات المشكلة وامزجي جيدا. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة، اصنعي كرات وبسطيها قليلا باليد وحمريها بالزيت. ادهني طبق الفرن بالزيت ورتبي الكفتة والطماطم والبطاطس في الطبق. اخلطي الماء مع الملح والفلفل وصلصة الطماطم وصبي المزيد فوق الكفتة والبطاطس والطماطم. ادخلي الصينية الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج البطاطس والكفتة تماما. حمري وجه الصينية وقدميها ساخنة. وفي النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.